قبل ما أختم خلونا نشوف السفراء، وهو يعني سفراء وقف الأم، ناخذ ونعطي مام عندهم لوحة وبيعرفون بها وبيتكلمون في خلال 30 ثانية دقيقة دقيقتين. يلا اسمح لنا. نعم اسمح لكم. سلطان ووليد عندهم. أول شيء رحبناكم ونرحب بكم مثنى ومثلث. طول عمرك. مرحبا ألف. شرفنا الرجال الطيب هذا وشرفنا فهد، جايب لنا من هبوب الجنوب اللي اشتقنا لها. يشهد الله. احنا عندنا يا طوال عمر السلام البرنامج هذا قائم على وقف الام، وقد تكلمنا في وقف الام كثير. البرنامج هذا يوفر طلبات الكثير من الفئات، المساكين، المطلقات، الارامل، سقيا الماء، من والى في التفاصيل كثيره في منصات التواصل الاجتماعي. احنا انا واخوي سلطان العنزي قدمنا مبادره حلوه، ان احنا هنا مكتوفين الايدي، ما عندنا تواصل اجتماعي ولا عندنا جوالات حقيقه. جميل جميل. فحنا اصدقكم بس انتم كملوا بدون حل. احنا نحاول نستغل الضيوف اللي جونا من برا، ان كل شخص يكرمنا بتوقيع للوحه دي ويصورها وينزلها ويكتب كلمتين طيبه على وقف الام. يا سلام. هذه توصيه للناس اللي برا انها تساهم وتشارك في وقف الام، ومن طيب حظنا وطيب حظكم انكم انتم اول ناس تشاركون في هذه اللوحه. يا سلام عليك. فاذا بتشرفونا اول شيء قبل ما اسلم اول شيء شكرا لك يا ابو البراء حبيب قلبي، والله جبت لنا قامتين شعريه الله يرحمه، غيرت من نفسيتنا. انتم فخمين ما يعني هالصور ذا ما يخلي الواحد يتنفس. يا سلام عليك. فشكرا لكم على الجيه، يعني باسمي باسم اخويا نشكركم، نبغى صفقه كبيره لهم كلهم. استهلوك. وما أبغى أزود على كلام أخوي وليد، بس هو توقيع منكم وكلام عن وقف الأم ونشكركم عليه بإذن الله. بإذن الله. شكرا لكم. إذا وضحت الصورة بإذن الله بيكون لنا مشاركة على هذا الفلين. فيه رابط طبعا صح؟ فيه رابط الوقف الأم، وفيه الرابط فيه التاج حق وقف الأم بكاريزما 37 اليوم. تكتب اللي في خاطرك لو بيتين شعر بإذن الله تحث العرب عليها. طيب يعطيك العافية وليد، بيض الله وجهك. مبادرة وفكرة حلوة وجميلة، وأنا ما قد مرت علي في برامج الواقع، ولكن يعني آمنا بها وبفكرتك الجميلة، وبإذن الله حنا خير معين لكم في هذا الموضوع. تجلسون تحطون على يمين ويسار. طيب عشان بس نختم الكاميرا قد وراك. أبشر أنا بنضيق عليك من أول. الله المعذرة. طيب أعزائي المشاهدين، يسرقنا الوقت، وبكل أمانة مجلسنا لا زال فيه الكثير من جمالياته، لا في حضوره ضيوفة ولا في حضوركم أيضا المتابعين ومتابعتكم، ولا أيضا النجوم الموجودين معنا، أيضا مبادرات التي تخرج من هذا المجلس، هذا شيء يشرفنا ويزيدنا. أيضا تدشين الشلات اللي موجودة، وأيضا مشاركتنا وسماع الأناشيد والشلات للنجوم الموجودة هذا